بالعكس غطي المرأة وغطي الروح ديالها وتصنع منها إنسانة ناضجة، إنسانة واعية، إنسانة عارفة مسؤولياتها وعارفة واجباتها، إنسانة عندها أهداف، إنسانة طموحة، عارفة وقتاش توصل للأهداف ديالها وقتاش تحققهم. السلام عليكم، معكم سناء ليان من المغرب. سعيدة بمشاركتي ضمن مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية على بودكاست عربية. والموضوع اللي خصني نتكلم عليه هو المطالعة ودورها في تثقيف المرأة وتمكينها من بلوغ أعلى المراتب في المجتمع. المرأة مدرسة، إن أعددتها أعدت شعبا طيب الأعراق. هذه المقولة في حد ذاتها كتبين لنا أهمية المرأة في المجتمع وقداش مهم أن المرأة تكون متعلمة ومثقفة باش تقدر تربي أجيالنا وباش تقدر توصل رسائل ماشي غير رسالة، حيث أن المطالعة كتأهل المرأة لخدمة المجتمع من خلال الشواهد العلمية اللي كتحملها المرأة. كتقدر أنها تربي وتعلم وتقري أجيال وأجيال. غير هاد الشيء، الشواهد العلمية اللي كيكون عند المرأة بصفة عامة كيحولها من بلوغ مراتب أو لمكانات مرموقة في المجتمع. كما أن المطالعة دور كبير في النهوض بعقلية المرأة وتثقيف المرأة واكتسابها الثقة بالنفس الإيجابية، بحيث أنها كتقدر تناقش في جميع المجالس مع جميع الناس. في أي مجال تحطات فيه كتقدر تناقش بكل ثقة وبدون خوف وبدون تردد من خوض النقاشات. غير هاد الشيء، المطالعة كتوسع مدارك وعقل المرأة وكتغذي عقل المرأة وكتمنحها الشخصية القوية المستقلة بذاتها، الشخصية اللي كتكون عند المرأة اللي كتكون عارفة أهدافها، محدداهم، عارفة شنو باغا، وقتاش توصل داكشي اللي باغا، وقتاش تحقق أحلامها. المطالعة تمنح المرأة ثقة بنفسها ولا ثقة بذاتها، حيث أنها كتكون عندها واحد ثقة اللي كتقدر من خلالها تواجه جميع المشاكل بدون أي خوف ولا تردد. كتكون عندها القدرة على مواجهة المشاكل وبالتالي حل المشاكل. كما أن المطالعة كتحميها وكتوقيها من الأمراض النفسية. المطالعة كتغذي عقل الإنسان بصفة عامة وكتغذي المرأة وكتغذي الروح ديالها وكتصنع منها إنسانة ناضجة، إنسانة واعية، إنسانة عارفة مسؤولياتها وعارفة واجباتها، إنسانة عندها أهداف، إنسانة طموحة، عارفة وقتاش توصل للأهداف ديالها وقتاش تحققهم وكيفاش توصل ليهم. كرسالة بغيت نختم بها لا فيديو، بغيت نقول لكاع البنات اللي كيشوفوا لا فيديو ولا اللي غادي يشوفوا لا فيديو، حاولوا البنات تسترجعوا علاقتكم بالكتوبة. خليونا نرجعوا كلنا نقراو ونسترجعوا علاقتنا بالكتب. ما ننساوش نهائيا بأن أول درجة في سلم النجاح هي المطالعة. بغيتي تكوني إنسانة ناجحة في حياتك، إنسانة مثقفة، إنسانة عارفة شنو باغية، إنسانة عندها شخصية قوية، إنسانة طيقة في راسها، أول حاجة تبدأي بها هي المطالعة. ديما نخليو عندنا كتاب كيف ما بغى يكون، كتاب ديما يكون عندنا في الساك ديالنا وحنا غاديين في الطريق، نقدروا نقراو غاديين لافاك ولا غاديين الخدمة، غاديين في تاكسي في طوبيس، أيوا ما نبقاو غير جالسين وكنشوفوا في الناس اللي دايرين بينا، نقدروا ناخذوا كتاب ونقراو. واخيرا بغيت نقول شكرا لبودكاست عربية على هذه الفرصة اللي تحت لينا كيوتيوبرز عربيات باش نوصلوا الرسائل ديالنا. نتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم.